بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الطلبة، نكمل اليوم في سلسلة تحضير البكالوريا في تمرين جديد ووحدة جديدة دارة RL أو ثنائي القطب RL بإذن الله. ما سنفعله اليوم هو تمرين شامل، ليس تمرين شامل ولكن تمرين يعد كدرس لهذا ثنائي القطب RL، مقدمة على العموم. نبدأ على بركة الله. نص التمرين يقول: نحقق الدارة الموضحة في الشكل 1. عندنا دارة عادية للثنائي قطب RL متكونة من E في 10 فولت ومقاومة R 1 كيلو أوم وشيعة بها المحث أو الحاثة أو اندكتونس تساوي 1.01 هنري، وبه مقاومة داخلية 10 أوم. يقول التمرين: نغلق قاطعة في اللحظة T تساوي 0 ونسجل تطور كومون بين طرفي الناقل الأومي R بدلالة الزمن، فنحصل على التسجيل المبين في شكل 2. لدينا الشكل 2، نلاحظ أنه يرتفع. حدد كيف نربط رسم الاهتزاز المهبطي للحصول على الشكل 2. أولا نلاحظ نلاحظ أن المنحنى يرتفع هنا على عكس UR هنا، وهنا زمن T بالملي سكوند على عكس المكثفة. UR في حالة الشحن يكون نازل في الUSE في المكثفة، نرسمه بالقلم الأخضر. UR يكون نازل يتبع التيار، التيار في المكثفة في حالة الشحن يكون قوي ثم ينزل إلى الصفر، على عكس الوشيعة يبدأ التيار من الصفر ويرتفع، أي أن الوشيعة تخزن التيار. وطبعا الـ UR على حسب قانون أوم فإنه يساوي R في E، الـ R ثابت والـ E يتغير، إما يرتفع إما ينزل، و UR يتغير معه إما يرتفع أو ينزل. هناك شرح لهذا المنحنى، يقول لك: حدد كيف نربط رسم اهتزاز مهبطي للحصول على الشكل 2. لكي نحصل على الشكل 2، إذن كيف؟ هنا لدينا القاطعة ثم المولد ثم المقاومة ثم الوشيعة ثم ك هكذا، هذه R هذه L. يكون الربط طبعا بين A و B على هذا الشكل، تكون هنا في النقطة B يكون الأرضي أو ريفيرونس، وهنا يكون القطب الموجب Y 1. أي بمعنى عندما نربط بهذا الشكل يظهر لنا هذا المنحنى الذي هو بالأسود، هذا يرتفع من الصفر إلى E. إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. بعد غلق
القاطعة تتغير شدة التيار E بدلالة الزمن T. يقول سؤال: ما هو البيان الموافق لـ E تساوي F دو T من بين البيانات المقترحة؟ E تساوي F دو T. لدينا ثلاث بيانات، الإي هي الإيغريك تكون على محور الإيغريك، والتي هو الذي يكون على محور الإكس. إذن لدينا البيان الثالث، البيان الثالث هو الذي، هذا السؤال الثاني لكي نخلط، لدينا إي تي يرتفع عفوا، لأن نشرح البيان الثالث، لأن E يتناسب مع UR. نرجع إلى قانون أوم، أي UR تساوي R في E، R ثابتة، لما تتغير E تتغير مع R، إذا كانت مرتفعة ترتفع، إذا كانت نازلة تنزل. نكمل السؤال الثالث، يقول: ما هو تأثير الأشعة على التيار بعد غلق التيار، غلق القاطعة؟ ثالثا، واحد ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة، نقول أن بعد غلق القاطعة الوشيعة تمنع مرور التيار لوقت قصير، طبعا لوقت قصير بالملي ثانية. يقول السؤال الرابع، واحد رابعة، يقول: اكتب المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية بدلالة E، نحن في حالة شحن، شحن الوشيعة. إذن U على حسب الضارة، UR U لR، أو مكتوبة هنا UR زائد L DE على DT، لأن هذا UL بالطبع تساوي لنا E وليست صفر، لأنه في الشحن، في الشحن، الشحن. نعلم أن R UR تساوي R في E زائد L DE sur DT تساوي لنا E. نريد أن نضرب هذا المعامل لكي يصبح مشتقة المعادلة هي معاملها واحد، لكي يسهل علينا أن نجد حل للمعادلة التفاضلية، فنقوم بالقسم على L وتصبح لنا R على L E زائد L، تختزل مع L هنا، نقسم على L ثم نقسم على L، L تختزل وتبقى هنا R sur L زائد DE sur DT تساوي E. ومنهم، ولا ننسى طبعا هنا أنها، عفوا، هنا R total، هنا R total، أي تصبح لنا R، R المقاومة زائد R مقاومة الوشيعة على L E زائد D E sur D T وتساوي L E. هذه المعادلة التفاضلية لم يطلب لنا أن نكتب حلها. خامسا، يقول السؤال الخامس: اكتب عبارة طو واستنتج أن له بعد زمني. نعم، الأبعاد الزمنية نقوم بالوحدات حساب الأبعاد الزمنية.
واحد خمسة. طو يساوي ال على ار توتال، اي طو يساوي ال على ار زائد ار الصغيرة مقاومة الوشيعة. لكي نجد البعد الزمني ل طو يجب أولا هو طو ال على ار، يجب أن نجد البعد الزمني ل ال والبعد الزمني ل ل ار. إذن ال نعلم أن يو ال تساوي هي ال في دي اي على دي تي، وأيضا ار او يو ار هي ماذا تساوي ار في اي. من هنا نستنتج أن ال تساوي تي تي، هذه تطلع فوق وهذه تنزل تحت لأنها ضرب، فتقلب المعادلة، تقلب العملية، تصبح لنا يو ال في دي تي على تي اي. نفصل، ومنه الأبعاد لهذا ال هو البعد ال يو هو الفولت بعد الوحدة، دي تي مدام تي فهو بعده الزمن، وإي بعده الأمبير. وهنا يو آر، إذن آر هي يو آر على إي، ومنه آر نقوم بحساب الأبعاد. اي ار هي الفولت على اي اللي هي امبير، وندخل هذه الابعاد وهذه في المعادلة ل تي. اذا تصبح طو يساوي في في اس سكوند على امبير، هذه ال والواحد على ار اكتبها من هذا الشكل، هذه من هذا الشكل هي ال في واحد على ار. واحد على ار ماذا يصبح؟ من هذا الشكل واحد على ار ماذا يصبح؟ إذا نقلب هذا فتصبح أمبير على بعد الفولت، فنقوم بالاختزال الفولت مع الفولت والأمبير مع الأمبير، ويفضل البعد الزمني طو يساوي سكوند. هذه الأبعاد يجب أن تتعلمها جيدا. نقوم بالتوقف هنا في الجزء الأول، وسنكمل إن شاء الله في الجزء الثاني، نكمل هذا التمرين في الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.